السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. سريعا الى المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرياض، الرباط، التشكيلة المغربية اليوم مع ياسين بونو في حراسة المرمى، اشرف حكيمي رقم 2، نايف اكرد 5، رومان سايس، غانم سايس رقم 6، ادم سينا 3، سفيان مرابط رقم 4، سليمة ملاح 15، ايمن برقوق 16، الياس الشاعر 13، طارق التيسودالي رقم 9، ويوسف انصيري 19. بالمقابل جنوب افريقيا، منتخب بافانا الذي يقوده اوغو بروسيا يعتمد على ويليامز في حراسة المرمى، لاكاي 11، كيكانا 21، فيلياس رقم 5، لارتش 3، فيتي 23، سيكولي رقم 14، ماودو رقم 20، موسيلي 13، بيرسي تاو رقم 10، وفوستير رقم 8. بينما الصورة على الحكم التونسي الصادق السلمي الذي سيقود هذه المواجهة المغربية الجنوب افريقيا ضمن افتتاح مباريات الجولة الحادية او المجموعة الحادية عشرة الجولة الأولى. كل التوفيق بالنسبة للمنتخب المغربي المؤازر من الآلاف. من لما نشوف الأسماء اليوم في جنوب إفريقيا، لما نشوف أوغو بروس والطريقة التي يلعب بها أوغو بروس في تجربته الإفريقية، خاصة عندما كان مدربا لمنتخب الكاميرون، فهي تشكيلة هجومية باللعب 3 مدافعين، 4 في الوسط و3 في الخط. معظم المباريات جمعت المنتخبين في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سواء في 98 أو 2002. المغرب جنوب إفريقيا انطلاقة من الجهة اليسرى، ماذا أراد أن يفعل؟ هنا لا طارق تيا وإمكانية التسديد، فيها ممكن تسديدة طرية وتأخر، تباطأ هنا في التسديد ولكن تأتي الصافرة. بالفعل الصافرة تأتي، وأشرف حكيمي بجانب أشرف العرضية ولكن فيها متابعة بالرأس. حبذا لو المنتخب المغربي يلعب كرات أكثر على الأرض. وتسديدة أدم السينة، نعم، من الجهة اليسرى جرب حده من هذه الوضعية لكن الدفاع يتدخل مباشرة إلى التماس. دقائق الأولى يضغط فيها المنتخب المغربي، لأن تصاب هذه الكرة حكيمي في التغطية خطيرة، والجول خطيرة، والجول الأول للمنتخب الجنوب إفريقي عن طريق اللاعب فوستير. فوستير يفاجئ الجميع بهدف أول ياوغو يا بروس، سيناريو لم يكن منتظر في الوقت الذي كان يضغط فيه المنتخب المغربي. هنا تأتي مرتدة سريعة، شوف الإعادة، هنا التباعد بين الخطوط والتباعد بين اللاعبين، الكرة في دار سايس، حاول حكيمي بعد ذلك أن يقوم هنا بالتغطية وإبعاد الكرة لكن فوستير ترك. فوستير هنا بحرية مطلقة استلم الكرة، حكيمي هنا لم يقم بتغطية، لورش صعبة، بيرسيتاو لكن فيها تغطية من طرف اللاعب ادم السينا، يرجع بعض اللفوات التي نجدها في خط وسط الميدان. الياس يا الياس يا الياس يا الياس، والكرة تخرج بعد ذلك إلى الركنية، على فكرة الأولى لفائدة المنتخب المغربي. 1-0 تلعب هذه العرضية، وجول العرضية، ويليامز يتصدى. نعم، انتظرنا ربع ساعة لنشاهد أول فرصة لفائدة المنتخب المغربي، نفذت. حكيمي انطلاقة من جديد في العمق، ممتازة وخطيرة، وجول ويليامز أمام يوسف أنصيري. ثاني فرصة ضاعت للمنتخب المغربي في الوقت الذي كنت أتكلم فيه عن أشرف حكيمي في عملية الدعم والمساندة، نعم، في الجبهة اليمنى، لكن عنده مشكل واحد ضد واحد في المرر هذه الكرة، إمكانية التسديد، يلعبها فرانك. غريبة غريبة يا طارق التيسودالي، أنا كنت أنتظر تسديدة قوية في المرمى ولكن هنا غريب ما حصل منك يا طارق. هنا ارتبك طارق، هنا في لقطة فترة الانتقالات الصيفية كذلك تغيير الوجه. بيرسيتاو الكرة تطول مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب المغربي. كل ما مر الوقت اكيد الضغط يكمي مساحات، فقط يجب ان تستغل هذه الفرصه الاولى. يوسف انصيري، هذه الضربه الراسيه ذكرتني بواحده من اهدافه في كاس الامم الافريقيه الماضيه بالكاميرون. حكيمي، لمن يا حكيمي، الخروج من الرقبه من الياس، الياس سدد والركنيه.
الياس من خارج منطقة الجزاء لم يركز في هذه التسديدة. أمامنا على الصورة الياس الشاعر، أو لم يلمس أحد. الياس الشاعر صاحب هذه الكرة، لاعب ممتازة، التحضير أيمن برقوق، أيمن برقوق سدد مباشرة، في حين أعتقد أنه كان بإمكانه يمرر على القائمة الثانية لأن زميله إلياس الشاعر كان في وضعية تسمح له بالسلامة. شوف هنا واحدة اثنين ممتازة، نتبادل كروي بعد ذلك، حضر الكرة العرضية. غير معقول يا يوسف ينصيري، غير معقول يا يوسف ينصيري، هذه الإعادة من زاوية أخرى. الواحدة اثنين لعبت بشكل سريع وممتاز، لكن هنا لم تنتهي بالهدف يا يوسف ينصيري. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مسؤولية مشتركة، هنا تسديدة ولكن عالية عالية، لا يمكن أن نلقي اللوم على هذا اللاعب، وطبعا نتفادى اللاعب الآخر، الكل يتحمل مسؤولية الهدف المسجل عن طريق اللاعب فوستير. تحضير أيمن برقوق، حط الكرة، إمكانية التسديد والتسديدة، ولكن سالة سالة يا سليم يا أملاح، عيتك تسدد أفضل أفضل من هذه الطريقة يا سليم يا أملاح. سلم الكرة بينه وبين أيمن برقوق، ثم يحاول يمر الشاعر واحد ضد واحد، إمكانية التسديدة رائعة رائعة رائعة، المراوغة والتسديدة بعد ذلك ويليامز، هذه واحدة من التسديدات المميزة لإلياس الشاعر. شوف هنا واحد ضد واحد ممتاز، إلياس يفتح لنفسه المجال ويسدد الكرة، لكن ويليامز بعد ذلك يرسل إلى الركنية. أتمنى من المنتخب المغربي أنه يستفيد من الكرات الثابتة، تكلم عن الركنيات. واحدة ممتازة وحكم العرضية، جول مرة أخرى ينصيري، مرة أخرى ينصيري، جملة تكتيكية من أروع ما يكون، قاد كل من أشرف حكيمي وكذلك أيمن برقوق، وطبعا نضيف لاعب آخر على مستوى وسط الميدان. شوف الإعادة لحارس المرمى ويليامز، بينما نقترب من نهاية الجولة الأولى، جول. ماذا هناك؟ ماذا هناك يا الصادق يا السالمي، ماذا هناك يا الصادق يا السالمي؟ اللقطة مرت على مخرج المباراة، هذه الإعادة مرة أخرى في مضايقة، الحكم حسب مضايقة من سليم أملاح، الحكم حسب مضايقة فعلا، كان في خريب الكرة العرضية، وطارق جول. ماذا هناك اعتقدت بانه هدف التعادل للمنتخب المغربي، دائما مصدر الخطوره. فرصه ممكنه، العرضيه لا زالت صعبه، ركله جزاء في هذه اللحظات، هل فيها لمسه يد، وهل فيها ركله جزاء لفائده المنتخب المغربي؟ سنشاهد الاعاده مره اخرى. هنا ايمن برقوق، ثم بعد ذلك اللمسة من طريقة سودالي، كرة مغربية فيها رأسية وفيها تحضير وفيها جول. أخيرا يأتي الهدف يا يوسف ينصيري، ضغط رهيب مغربي يأتي بهدف التعادل عن طريق اللاعب يوسف ينصيري أو غويا بروس. كان لابد أن يأتي الهدف، والهدف تأخيرا بعد هجمة منسقة، لا استسلام ولا تراجع، هكذا عهدنا المغاربة حتى عندما يكونوا متأخرين، العودة تكون بالإصرار وبالعزيمة وبالضغط المتواصل. الإقناع كان حاضرا، فكان لابد أن يأتي الهدف. هذه الإعادة المرابط، التحضير بالرأس والمتابعة من يوسف ينصيري، متلت هنا المرابط أولا، صلي حكيمي في عرضي وفي جول. كان ممكن أن تصل الشباك بسنتيمترات كاذية، المسها طريقة تيسودالي بعد أن افتك الكرة سايس وحكيمي في الانطلاقة والعرضية، لكن طريقة تيسودالي بقليل من السنتيمترات كان يلعبها لحارث مجددا، العرضية جول. أيوب الكعبي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بتسديدة يسارية قوية، لم يترك أي أحد لحارس المرمى.
ويليامز والجماهير هنا في احتفالية بالهدف الرائع بعد تمريرة من أمين حارث الكعبي اللاعب البديل دخل فسجل دخل فأعطى هدف التقدم قبل دقائق قليلة من نهاية المواجهة. سنشاهد الإعادة مجددا. حارث هو من قطع الكرة بعد ذلك رجعت سفيان مرابط وانطلاق من ناحي حارث طلب على جهته اليسرى ارفع راسه ثم العرضية والكعبي رايا الكعبي كما جاءت سدد باليسرى على الطائر في شباك مرمى ويليامز روعة الهدف من ناحية التحضير.